مساء الخير، مساء النور، يا رب تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، والناس اللي مرض ربنا يشفيهم، والناس الحمد لله اللي بصحة جيدة يا رب يدوم عليهم نعمة. ملح حلو مع ليلى سليمان، رجعت لكم صافي لونتون ما درت لكم شي اكله. اليوم ندير لكم واحد الاكله ديالتنا عاديه، شهيوه لذيذه، ذوقوا مذاق زوينه، وحبيت نتقاسمها معكم. الناس الجداد اللي دخلوا عندي على القناه كنشكرهم بزاف بزاف على التشجيع ديالهم والدعم ديالهم، واللي مازال ما دخل كنتمنى يدخل، يقدر يعجبو المحتوى ويقدر ما يعجبوش المحتوى، ده اختياري لي فضلا وليس امرا. وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو هذا الفيديو، هذه الاكله الشهيه بالنسبه لي انا شخصيا، كيبغيها راجلي وبنياتي، ويا ربي تعجبكم حتى نتوما. كي كتشوفوا هنا كاينه المرميطه او لاكاميل او الحله اللي بدلوها نتوما، شلطت فيها البصله، انا مضطره نهضر شويه مصري وشويه مغربي عشان في المغربيات كمان اللي ما بيفهموش مصري، دونك انا غندير الخاطر الجانبين وحتى شي واحد ما يغضب ولا يزعل عليا. دونك هنا البصله حكيتها، ماشي رقيقه ماشي غليظه، هنا كتشوفوا الفلفل الالوان حسب نتوما شنو عندكم في البيت، كاين اللي عنده صفرا يدير صفرا، المهم قطعتها بهذا الطول هكذا لي لامين. عندي هنا خمسه ديال الدروس الثومه كمان حكيتهم شرتهم، عندي كيقولوا هنا في فرنسا لي ميرغيز او السوسيس، وانتم كتقولوا في مصر سوغو، وحنا كنقولوا في المغرب السوسيس. ماشي غسلتهم ميه بارده ونقطه خل ابيض باش كيحيدوا ديك الزفوريه ديالتهم. وهنا اللي عجبكم الانواع ديال المعجنات او لي بات اللي عجبكم، انا هادو سبيسيالمون كنديرهم لهاد الاكله او لهاد الطبخه ديال اليوم. دونك نتوما اللي عجبكم، هما يكونوا صغار. كان هاد لا مارك بونزاني انا غنوريها لكم، هنا في فرنسا كناخذ فيها الانواع والاشكال والماركات، انا كناخذ هذه ما كتعجنش وزوينه وفيها معموله من القمح، من لوبلي، من القمح الصلب والقمح، راه كنعرفوا الفوائد ديالنا. وهنا عندي التوابل، اي ماكله عموما كي كنعرفوا، وهذه كنفتخر بها، الطبخ المغربي هو ثاني عالميا معروف، لانه الطبخ كيعتمد على اكثر حاجه هي التتبيله، هي التوابل. هذا ما كيعنيش ان الطبخ المصري ماليهش قيمه، الطبخ المصري على عيني وراسي، غير الماكله اللي ما فيهاش التتبيله راه ما كطلعش مزيانه. هنا عندي بابريكا اللي كنقولوا لها التحميره، هانتوما تعلموا معايا الدارجه المغربيه. هنا عندي مدنوس يابس، هنا عندي واحد رشه القرفه اللي كتقولوا لها الدارسين، عندي الكمون، قزبور اليابس مطحون، جوج هذا واحد السر من الاسرار ديال ماما في الطبخ، في هاد كاينين شي وصفات اللي كندخلوا فيهم العود القرنفل او الكبش القرنفل، جوج بس اثنين بس عشان هو كيحرر، البزار الابيض اللي هو الفلفل الابيض، الخرقوم اللي هو الكركم، وزنجبيل، وزيت الزيتون، زيت الزيتون بيو طبيعي، ما عندكش زيت الزيتون طبيعي ديري زيت الزيتون اللي انت متعوده ديريها. وعندي هنا طماطم، اليوم ما كانش عندي الوقت، درت هاد لامارك مور فكنجيبها الا كان عندي، ماشي طوماط كونسونطري، ماشي الطوماط المصبره دي، انا هوريكم دي ماركة مزيانة معروفة من لامين مارك ديال لي بات بونزاني، حاجة ناتشورال ما فيهاش مواد حافظة. ما بغيتيش تجيبيها حكي مطيشة، حكي الطماطم، مطيشة هي الطماطم ماشي، حكي حسب الكاميل اللي عندك وحسب افراد الشخص، شحال من نوع زعما، شحال من الناس نتوما في البيت، صرا كبيرة ولا صغيرة. دونك انا عملت اثنين من دول، هي دي شنو هو الجديد اللي شنو هو السر في هذا التتبيله، وان لي بات انا ما غاديش نسلقهم، والله جربوا هذه الطريقه، اعتمدوا هذه الطريقه وغادي ترحموا، غادي تشكروني عليها، ما غاديش نسلقهم، غادي نديرهم ديريكت. دونك اول حاجه غادي نشعل الفوغ ديالي، هنا البصله، كل شيء هاد التوابل غادي نديرهم
غادي نزيد زيت الزيتون. بالنسبه للبصله درت جوج بصلات، قلت لنا كنعرفوا الفوائد ديال البصله وكتعطي للذا ومذاق حتى هي. هنا غادي ندير السوسيس او السوجو او المرقيز، كيكون فيه ديجا الزيت في الداخل، ما تكثرش الزيت. انا درت مش نص ولا ربع، ثلث تقريبا ديال الكاس، وغادي نزيد ليه نفس الكوبايه ميه. بسم الله، غادي نديو نجيب باش ما تحرقش ليا الزيت. كنعرفو ان زيت الزيتون دائما خصنا باش ما تحرقش وتولي سامه، نديرو ليها الميه او نديروها مع الزبده. الزبده تمنع زيت الزيتون ان هي تتحرق. نشوفو هادشي شويه او نقليو كي كنقولو بالدارجه المغربيه. انا بتكلم مصري وحتى نتوما تعلموا معايا شويه ديال الدارجه المغربيه من خلال هدرتي معاكم. وانا كنبقى عفويه ما كنصناش، طاحت في بالي نهضر مصريه كنهضر، طاحت في بالي نهضر مغربيه كنهضر. ولا كانوا شي كلمات ديال الفرنساويه داخلين راه دا تلقائي، ماشي فاشخره مني. ثم راكم كتعرفوا الناس ديال دول المغرب العربي سواء توانسه او جزائريين او مغاربه دا طبيعي عندهم. نشوفها شويه هكذا، وهنا كنقولو كنقليها، مش معناها بقليها في الزيت، لا كنقليها. النار ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش واطيه بزاف، بزاف معناها كثير. وغادي نزيد ليها هذيك الفلفله الالوان اللي غسلتها بميه وخل. انا ديما كنغسل بالميه والخل الابيض او البيكربونات. البيكربونات راه حتى هو مطهر. ونزيد ثومه، هنا درت الثومه كثيره، خمس دروسه ديال الثومه. كلشي كنعرفوا الثومه كتعطي مناعه للجسم، ووليداتنا ما كيبغيوش ياكلوها، دونك كل ما دخلناها ليهم في اكل مش شايفينها يعني بس باشرينها راه كي ولا العموم للوليدات كلهم كيبغوا الحاجه اللي فيها لي بات. هنا غادي ننزل السوسيس او المرقز او السوجو اللي غسلته ميه بارده ونقطه خل، ما قطعتوش في سينيا كنت عملتها معكم قبل، لو انا هدخلو الفرن بقى تاعو مع بطاطس وفلفل وليمون مصير. انا هنا عملتها اكسبري ما قطعتوش لان كيجي الديكور ديالو زوين، ولما بيكون بيطبخ على النار غير لما بيكون بيطبخ على الفرن. هنا غادي نزيد له ميه سخنه ماشي ميه بارده، كتشوفوا غادي ندير له ميه سخنه ماشي ميه بارده. بسم الله، ونمشي للجن تقريبا جوج ديال الكوبايات ديال الميه سخنه او ميه غليانه. وغادي نخلي، على فكره راه الملح ديجا درتها مع البصله، اول شيء صبغت هي الملحه عشان كده ما ذكرتهاش لكم في التوابل. دونك شوفوا المستوى ديال الماء ما يكونش عالي، ما يفوتش السوسيس، ما يفوتش لي مرقز، ما يفوتش السوجو، يبقى هكذا نفس المستوى ديال السوسيس باش ما تجيناش الماكله ميها فيها كثرة الميه بلا فايده.
غادي نسد على الكامل ديالي 10 دقائق ماكسيموم 15 دقيقة ونعاود نرجع لكم. هادي ما غاديش نرمي الصوص طوماط دلوقتي، لا ملي نبغي ندير لي بات، ملي نبغي ندير لي بات هاد غادي نرميها معها. بغيتو ديروا شطة فلفل حار ديروها، انا كفاية البزار الابيض اللي هو الفلفل الابيض درتو، ما بناتي ما كياكلوش ليا الحار بزاف وانا ما كناكلوش حتى انا، كناكلو فشي اطباق تانية بس غالبا كنحاول نقص منه ماشي بزاف. دونك 15 دقيقة ونعاود نرجع لكم، مضطرة عشان انا مازال ما كنديرش المونتاج ماشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولا طيبتو حتى نتوما شي شهوه تقاسموها معايا، الا عندكم شي افكار انا مرحبا بالافكار ديال الناس، كنستافد من الناس وكنبغي حتى انا الناس يستافدوا مني، ماشي دائما انا اللي كنفيد الناس، حتى انا نبغي نستافد من الناس اخرين من الاطباق ديالهم من الشهوات اللي كيوجدوا. ونتلاقى معكم توتالو، مع السلامه.